خوتي صافي تفرقنا انا وفاطمه الزهراء، كانوا بزاف ديال التساؤلات على هذا الموضوع. حصل حنا تفرقنا ما كناش متفاهمين، طراو بزاف ديال المشاكل خارجه عن الاراده ديالنا وصافي ما قدرناش اننا نكملوا. مرحبا معكم فاطمه الزهراء، هي موجوده. السلام عليكم لا فاميلي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عارف راسنا دايرين معكم الفالطة، هذاك الشيء علاش جيناكم بهذا الفيديو. هذا من شحال من حنا دي فيديو في اليوتيوب، وعارفينكم تتسناو الجديد. شحال من واحد صافت لينا ميساجات في الانستغرام ديالنا، ما بينهم واش تفارقتوا. هادو جوج الاسئله هما اللي تيتعاودوا بزاف، كاين اللي تيسولنا واش تفارقتوا، كاين اللي تيسول المهم تيسول اغلبيه عاوتاني كانوا تيسولوا علاش ما تحطوش لي فيديو في اليوتيوب، علاش حابسين عندكم قناه ديالكم وهذا وحابسين ما تلوحولناش فيديوهات ديالكم. وحنا زعما سيتي بلو فور كو نو، زعما ماشي ما كناش باغيين حنا نحطو، كانوا عندنا افكار، عندنا دي زيدي زوينين، كلشي مرتب، كلشي مقاد. مرات كنا كنكتبوا كلشي ولكن كانوا ظروف كيجيو زعما ما كنقدروش على اننا نصوروا صافي. ما كيكونش عندنا الوقت نهائيا، حنا كنباغيين وباغيين نصوروا يوتيوب بزاف ولكن ما عندناش الوقت كيفاش كنديروا من حاجه لحاجه. انا ديجا كنت نوجد لاصوت نوف ديالي اللي كانت راكم عارفين الناس اللي ديجا دوزوا ثوازيام اني سيكل سوبيريور، راه يكون يعني ديك التوجد ديال لا سوتنونس والبروجي دو فان ديتود، وهذا تيكون داكشي صعيب شويه، تيكون فيه تماره من وراها عاوتاني باش يلاه تتاخذ ديبلوم. عاد راكم عارفين باش الواحد تيترصى وتيقاد امورو. فاطمه الزهراء كذلك بالنسبه للخدمه، خدمه انا كانوا عندي فيها مشاكل صراحه، ما كنتش ستابل مزيان، ما كانوا عندي مشاكل، ما كانش عندي الراس ديال نصور ولا عندي مشكل في الخدمه. وعاد احمد ولدنا كان كيمرض لنا بزاف من السنان الحساسيه شحال من حاجه، كان هو الاهتمام الوحيد، وباقي زعما هو الاهتمام اللي كياخذ لينا الوقت بزاف. هاو كيسلم عليكم. دونك ما كانش عندنا الوقت الصراحه، والله ما كان عندنا الوقت كما قال لكم. هو سوتنونس لي باسون ديالو اللي كيخدم ليه وشحال من حاجه، دونك ما عندناش الوقت. كتجي انا من جهتي مشاكل الخدمه للدار الداخل احمد شحال من حاجه، دونك ما عندناش الوقت. ولكن حنا كنوعدكم هاد المره ان شاء الله راه حنا كنخططوا بغينا نصوروا غنصوروا لكم دي تشالنج، دي فيديو منوعين زعما الصراحه كيف ما كنا وعدناكم في الاول، ولكن هاد المره ان شاء الله ثابته. لاشين ديالنا ديال ماشي لاشين، لاباج انستغرام يلاه مشات لينا، كنا درنا واحد لاباج ومشات لينا مؤخرا، غادي نعاودو وحده اخرى ان شاء الله غادي نبارطاجيوها معكم في الفيديوهات الجايين. المهم حنا الكونسيبت ديال سيمبا فاميلي ان شاء الله غادي في الاول غادي نخدمو بحال هكا دي برانك دي تشالنج، و يعني ولا دي فلوغ، ثلاثه ديال الحوايج. وغادي ان شاء الله من بعد غادي نبارطاجيو معكم لاباج انستغرام ديالنا باش نبقاو ديما على التواصل معكم، وديما نبقاو نحطو لكم شي سونداج مثلا شنو بغيتو، واش برانك ولا فلوغ اولا تحدي، وانتم هذيك ديك الساعه ان شاء الله غادي تختاروا. وانتم تعاونونا بلي زيد ديالكم، اللي عنده شي فكره ديال لي برانك ديال لي تشالنج ديال اي حاجه تحطوها لينا، وان شاء الله غنحاولوا نخدموا عليهم وان شاء الله نجيو لكم بالجديد. غير هما شجعونا بارطاجيو لي فيديو ديالنا الا عجبوكم بيان سور، وديروا لايك وكومونتير وكاع داكشي زوين. انا راه عندي شي افكار ان شاء الله زوينين غادي نديروهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. عندي شي برانكات موجودين من فاطمه الزهراء، واخا عالمها ما غاتعرفش فوقاش داكشي غادي يكون. المهم داكشي تيجي خصو باش يجي داكشي ناضي مخدوم. فوالا، يعني عندنا ان شاء الله افكار بجوج بينا وتموتيفينا دابا الحمد لله. يعني ان شاء الله غتشوفوا ديما الجديد، خليو واحد الابوني يعني باش يوصلكم باش حنا عاوتاني نتشجعوا. لايك الى عجبكم الفيديو، وفي الكومونتير خليو لنا مثلا الفكره اللي بغيتو، سواء تحدي سواء برانك سواء فلوغ
شي بلاصه بغيتونا نمشيو ليها، شي مدينه نعاودوا لكم على شي حاجه، بغيتو نديروا لكم شي ستوري تايم. حتى هي كفكره، يعني فكره من افكار، ما بين الافكار، ما بين الافكار اللي نقدروا نديروا في الفيديوهات ستوري تايم، مثل كيفاش تعرفنا انا وفاطمه الزهراء، ولا نعاودوا لكم على شي نهار، ولا شي تصافيره، ولا النهار ديال زياده احمد، ولا اي فكره يعني طاحت لكم في بالكم نتوما بغيتونا نعاودوها لكم ان شاء الله نعاودوها لكم. الا كان عندكم اسئله اخرين خلونا دابا غير في الكومنتير اللي تحت في الفيديو، ان شاء الله اون فوا غنقادو باج انستغرام مع فاطمه الزهراء اللي تتكلف بها، هي اللي عندها مع داك الشيء، غتصاوب ان شاء الله باج انستغرام ياك. ان شاء الله داك الشيء غيكون، ان شاء الله غنرجعو اقوى، وبشويه بشويه ان شاء الله غيرجع كل شيء. زعما غنبداو نرجعو نحطو دي فيديو بزاف، حتى حنا راه باغين، غير هما كما قلنا لكم راه صعيب تكون عندك اون كونت ريسبونسابيلتي، البيبي والخدمه والقرايه وشحال من حاجه، وتنوض تهز الكاميرا وتبدا تصور. صراحه كنا منين كنلقاو واحد شويه القصه كنقولو نبروفيتيو خصنا نرتاحو باش نعاودو نوضو نبداو النهار ديالو، ولكن هنا دابا قلنا صافي راه الا ما درناهاش دابا راه عمرنا ما غنديروها، الا ما لقيناش الوقت لهاد اليوتيوب اللي حنا باغيين نخدمو عليه عمرنا ما غادي نصور. دونك شجعنا بعضياتنا، واخا راه دابا وسي ديفيسيل على اننا نهزو ونخدمو تاع على اليوتيوب، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله، توكلنا على الله. وكتشجعنا لا فامي، وتيشجعونا شحال ديال الناس يقولنا راه نتوما غتخدمو على يوتيوب، وان شاء الله غتعجبو الناس وغتفرحو الناس، كيشجعونا. دونك حنايا قلنا علاش لا صافي دابا غنخرجوا الوقت على اليوتيوب وغنخدموا عليه ان شاء الله. احمد تو تسلم عليكم، قال لكم ديروا لايك وتابوناو فلاش ان شاء الله، نخليكم على خير، ما نطولوش عليكم بزاف، تسناو الجديد في هاد السيمانه ان شاء الله. تهلاو.